مساء الخير مشاهدينا في دردشة هذا الأسبوع من دردشتاق. يختلف رمضان عام بعد عام، خصوصا على السوريين المغتربين اللي سكنوا في دول غربية، لكن شو عن من سكنوا في دول مجاورة كمصر والسودان واستقروا هناك؟ مع أن طقوس رمضان مشاهدينا تتشابه في المجمل بأجواءها وروحانياتها، لكنها تختلف من بلد لآخر وما تحمل نفس الخصوصية، إذ أن كل بلد عربي يتميز عن باقي البلدان سواء كان في الطقوس أو الأكلات الشعبية أو حتى طريقة التحضير لرمضان. في مصر والسودان تغير أيضا رمضان بسبب وجود الوافدين الجدد من السوريين، فكيف يختلف وماذا يضيف السوريين في هذا الشهر وكيف تختلط العادات والتقاليد ببعضها البعض في هذين البلدين؟ مشاهدينا، لحد الحين يعيش أكثر من 130 ألف سوري في السودان بعد الأحداث وأكثر من 500 ألف سوري في مصر، فهل تأقلم السوريين مع الأجواء الرمضانية في مصر والسودان مع أنهم ما زالوا يشعرون بالغربة رغم تواجدهم في بلدهم الأشقاء؟ هل تأثروا المصريين والسودانيين بالعادات والتقاليد السورية بسبب تواجدهم للاجئين، أم أنهم ما زالوا يمارسون طقوسهم الرمضانية بنفس الشكل والأسلوب؟ تفاصيل أكثر بندخلها خلال الحلقة، لكن بنبدأها في هذا التقرير عن شاب سوري يعيش في السودان وهو يقوم بمقارنة بين عادات مختلفة لكنها جميعا محببة. التعامل مع الناس، طبيعة الناس في السودان تريحك، ما بتنزعج، يعني ما بتحس حالك غريب أو مثلا بيعاملك على أساس جنسيتك أو بيعاملك على أساس طبيعة عملك، لا، كل الناس سواسية، إن كان الغني إن كان فقير. بشكل عام في اختلاف كبير بالعادات بين سوريا وبين السودان. اللي حسيناه إنه اختلاف خلينا نقول طريقة عمل الناس. مثلا في سوريا دوام بيكون شغال من الصباح بدري، هنا في السودان بيكون مثلا لحد ساعة واحدة ما في ناس بالشوارع أو ساعة اثنين مثلا. المأدوبات اللي بتصير بالشوارع في سوريا ما موجودة، موجود ناس خير كثير في سوريا، بس مأدوبات كده إنه أي زول وين ما كان ماشي بيلقى مأدوبة، ما موجود هذا الكلام. الاختلاف الثاني خلينا نقول بعادات الأكل والشرب. يعني مثلا في سوريا مثلا اعتمادنا كثير كبير على العصائر بانواع مختلفه، لانه طبيعه بلاد الشام او سوريا بحد ذاتها غنيه بالفواكه وغنيه بالموارد اللي بتاهل انه البلد يكون بقلبه مثلا عصير توت، عصير عنب، عصير كرز، عصير فريز، عصير عنب، برتقان، هنا ما موجود عندكم كثير في السودان. فالموضوع ده عانينا منه شويه، ولكن مع وجود شريحه من السوريين واللي في الفترة الأخيرة زادت بالذات هنا في كافوري محل ما نحن ساكنين، وفروا الكلام ده. بعد صلاة المغرب في سوريا تبدأ حركة مختلفة تماماً عن الموجودة هنا. صلاة التراويح مختلفة عن الموجودة هنا. إحنا في سوريا مصلي 20 ركعة، أنتوا هنا 8 ركعات أو 12 ركعة. ما فيك تقول إنه نحن معانين برمضان، في معاناة، ما في معاناة، بس ولكن الشوق لسوريا هو اللي عم يخلينا إنه الواحد بيجتمع مع أهله، مع ناسه، مع قرايبينه، مع عيلته. إحنا في سوريا عندنا لازم برمضان مثلاً 5 أو 6 أو 10 يوم تكون معزوم عند ناس، مرة عند عمك، مرة عند خالك، مرة عند جدك، مرة عند أبوك، مرة عند أهلك. فهذا الشيء اللي فقدناه بالسودان. إلا باقي التفاصيل من الصباح للمساء لبعد الصلاة يعني ما كتير تضايقنا. يعني صراحة نقطتين قالهم أنا أبا أروح أسكن في السودان في رمضان، إن الناس ساعة واحدة يبدؤون شغل، وإن في رمضان الناس يعني دائما يأكلون بعد الفطور، ها أحلى شيء صراحة. ولاحظت إن لهجته صارت أيضا سودانية. عموما مشاهدينا بنتقل لآرائكم مع لارا على السوشيال ميديا. حياة الله لارا. هلا نور، فعلا معك حق، هو الجميل بالتقرير تطعيم اللهجات أو اللكنات اللي صار بين السورية والسودانية، ومثل من قبل شفناها كمان بين السورية والمصرية. من التعليقات اللي اجت على فيسبوك رأي جليلة اللي كتبت تقول أحب جيراني السوريين كثيرا، هم أضافوا نكهة جديدة على رمضان في مصر وخاصة في مدينتي
الإسكندرية. أما عمر ميهوب فيقول في السودان موائد الأفطار في الشوارع، هناك عادات مختلفة لكنها كلها جميلة، وما أجمل رمضان بهذه العادات. بدورها لينا جبور تقول: أول رمضان قضيته بمصر كان قلبي محروق على بلدي، وكنت متعلقة بكثير من التفاصيل والعادات التي اعتدنا عليها منذ وعينا، لكن مع مرور الوقت اعتدنا وتبنينا عادات جديدة أيضا. أما عتاب فتقول: يمكن القول إننا تعودنا، لكن هل نحب ما نحن عليه؟ فأنا أقول عن نفسي لا، أريد العودة إلى بلدي قبل 8 سنوات قبل الحرب والبقاء هناك. لا شيء مثل البلد والبيت والأهل. بتفق معك يا عتاب، وإن شاء الله بترجع أمورنا على خير. نور، هي كانت بعض التعليقات. مشاهدينا برجع بشوفكم بعد شوي بفقرة الأكثر تداولاً. إذا لارا ومشاهدينا، فعلا ما في شيء أجمل من البيت والأهل ولمة الأهل خصوصا في رمضان. مشاهدينا من بعد الفاصل بنشوفكم، خليكم معنا. عودة لكم مشاهدينا، ورحب بضيفي عبر الستلايت من السودان أدهم علي الدهام. أدهم، كيفك يا زول؟ مساك الله بالخير. أهلا وسهلا، مرحب حبابك. ألو. أهلا وسهلا، حياك الله. يا أهلا وسهلا، خبرني من متى وأنت في السودان وكيف كان أول رمضان لك هناك؟ ألو، بسمعك أستاذ. والله بالسودان من 6 سنوات تقريبا. طبعا أول رمضان كان مختلف تماما بالنسبة للطقس، بالنسبة للوجبات، بالنسبة للتواصل. يعني كانت أجواء سوريا مختلفة عن السودان، خصوصا يعني قبل 6 سنوات نحن عم نحكي كان أعداد الجالية السورية يعني حتى أقل من الأعداد اليوم. يعني كان في اختلاف جذري سواء بدرجة الحرارة، سواء بجمعة الأسرة، سواء بالعزايم على الفطور، سواء بأنواع الوجبات على الفطور، كمان أنواع المشروبات الرمضانية اللي تعودنا عليها كمان. نعم، طيب شو اللي استغربته في بداية الأمر في رمضانك الأول في السودان؟ يعني شوي شفته قلت هذا غريب جدا، أول مرة أشوفه في حياتي. يا ريت تعيد السؤال استاذ، ما الصوت قطع. شو الشيء اللي استغربته في رمضان في السودان؟ يعني شفته واستغربت ان هذا شيء جديد عليك كليا. والله جديد علي كان كليا تواجد الاطباق السودانيه على وجبه الافطار اللي كنا نفطرها. يعني كان احنا يعني اول ما اجينا على السودان قبل 6 سنوات كنا شباب فقط، كانت الاسره ما متواجده معنا. فكان من اصدقاء يعني كان يعني قبل ما اجي انا كانوا اخواني موجودين هون، فمن اصدقاء الاخواني اللي كانوا موجودين هون يجوا شباب سودانيين ليفطروا معنا، فكل شخص نلاقيه يعني هي عادات سودانيه يعني دارجه بين بالمجتمع السوداني. يجي الشخص وبايده صحن وجبه مثلا من اللي طابخينه بالبيت، من اللي هو محضره، او وجبه احتمال يعني وجبه بلديه سودانيه مثل ما بيقولوا، مثل ما بيسموه اخواننا السودانيين، بيجيبها معه. فالشيء الغريب كان اول شيء يعني باول افطار تواجد اطباق، يعني انا ما بعرف شو اسمائها، تواجد اطباق انا ما بعرف شو يعني شو مكوناتها كمان. هاي الاطباق نفسها نحن استسغناها، يعني اليوم بعد 6 سنوات عم نحكي تواجد انه يعني تواجدك على طبق سوداني بعزيمه برمضان مع اصدقائك باحدى مناسبات الاصدقاء السودانيين صار شيء مستساغ، يعني صار شيء طبيعي، صرنا نعرف هاي الوجبه شو اسمها. طيب شو الطبق السوداني المفضل عندك حاليا في طبق في رمضان، في مائده رمضان؟ والله برمضان يعني خلال المناسبة يعني عزائم الأصدقاء السودانيين أو المناسبات السودانية اللي بنحضرها ضمن فترة رمضان، الطبق السوداني اللي بفضله هو القراصة. القراصة، طيب خبرني شو أكثر شيء حبيته في رمضان بين السودانيين وصار جزء من عاداتك وطقوسك أنت أيضا أدهم؟
والله هلا نحن يعني عم نحكي قبل 6 سنوات، فقبل 6 سنوات ما كان لسه في الجو الرمضاني السوري اللي موجود اليوم للجاليه السوريه بالخرطوم هون. يعني قبل 6 سنوات كنا نفتقد على وجباتنا نحن الجلاب، التمر الهندي، السوس، هاي كلها مشروبات رمضانيه سوريه ما كانت تتواجد بالسودان. هلا الشغلات اللي استسغناها وتمت مرافقتنا لرمضان اليوم بسبب عدم تواجد المشروبات او الاطباق اللي كنا متعودين عليها بسوريا، هو مثلا مشروب الحلو مر السوداني. يعني في الحلو مر، في اللي عندهم العربي. اشرح لي الحلو والمر يعني والقراصنه، يعني هالاثنين انا ما فهمتهم، فاشرح لي اياهم وحاول تجاوبني بالسوداني، بيطلع الجواب احلى. تمام. هسه احنا لو تكلمنا عن الحلو مر، الحلو مر يعني هو مشروب سوداني. هي بتكون حاجه زي الرقاقات كده، يعني بيحضروها الخالات. طريقه تحضيرها انا صراحه ما عارفها كده كيف، لكن هي حاجه كده يعني طريقه تحضيرها حاجه قريبه من التمر الهندي، ولو تكلمنا ولا من الكركديه كده، حاجه تتبلى كده وتتشرب مويتها. لو تكلمنا عن القراصه هي عباره عن الرغيف، عبارة عن الرغيف اللي بيتحضر بالطريقة السودانية، ويتكب فوقه مثلا عندنا القراصة بالروب، عندنا القراصة بالملاح، عندنا القراصة يعني أكثر، يعني لها أكثر من طريقة تحضير. في عندنا يعني في طرق تحضير مختلفة، هي يعني لكن هي الحاجة الأساسية فوقها دي الرغيف بتاعها، يعني رغيف القراصة. بعد ذاك يتكب فوقه مثلا موية الطماطم مع اللحمة، ولا يتكب فوقه يعني حاجات مختلفة كده، ممكن يتعمل بالزبادي. أدهم، لو ما أعرف أنك سوري وشايفنك كان قلت أن أنا أتكلم مع شخص سوداني، ما شاء الله شو هاللهجة. أها، ما 6 سنة. خبرني أدهم شو اللي فاجأ. ما شاء الله 6 سنين طبعا. خبرني شو اللي فاجأ جيرانك السودانيين أدهم، يعني لما شافوا أن جنبهم عايش شاب سوري، شو اللي حبوه فيه؟ كيف تبادلتوا طقوس رمضان مع بعض؟ تمام. هلأ نحن لو تكلمنا مثلا عن حي ما توسعنا لمجال العمل، بالأحياء اليوم مثلا تلاقي بيميز الحي السوداني هي الجمعة. يعني اليوم ان احنا ما بنلاقي شاب او رجل سوداني بيفطر بالبيت مع الاسره، لا، هو بيشيل طبقه مثلا، بيكون في مكان محدد لافطار المنطقه اللي بنسميها الحاره، او الاخوان السودانيين بيسموها الحله. نعم. يعني بالحله بنلاقي انه الشباب والرجال كل مين جاي شايل طبق معه، جاي طبق معه من البيت اليوم، بيتشاركوا الاطباق على السفره، بيتشاركوا المشروبات، بيفطروا سوا، يعني يتم الافطار بالطرقات. يعني غالبا انا مثلا اطلع من البيت متاخر قبل الافطار بعشر دقائق او ربع ساعه مثلا، بدك تطلع مثلا تروح تجيب خبز او ناقص غرض يعني لوجبه الافطار انت بدك تجيبه، بدك تنزل تجيبه مثلا، غالبا ما بترجع على البيت. السبب تواجد الموائد بالطرقات، يعني يصير في قطع طرقاتنا، يعني شفناها على وسائل التواصل، قطع يعني قطاعين طرق بصوره اخرى، قطاعين الطرق بالصورة الأخرى هي الأخوة السودانيين خلال أيام رمضان بالطرقات. يعني أنت يعني لسه للأذان مثلا، لأذان المغرب 5 دقائق 10 دقائق، مستحيل تمرق بمائدة ويخلوك تكمل على البيت، إلا إذا كان عندك عذر، يعني عذر يبيح لك أنك تكمل طريقك. فإنه أنك تتواجد معهم على المائدة نفسها، يعني هني بينظروا لك نظرة أنه حابينك أنت، يعني حابينك تشوف الثقافة اللي عندهم، حابينك تشوف عاداتهم، حابين يعني هني ما بيميزوك عن يعني كشاب سوداني موجود قاعد جنبي، ما بيميزني عن الشاب السوداني اللي مقابله. يعني ما بحس أنا فرق بالمعاملة أو أنه عم بيحاول يحابي لإلي أنا، لا، بيعاملني هو في كرم على المائدة، في يعني بيظهر لك الطابع السوداني اللي انت يمكن ما بتشوفه بالطرقات 11 شهر، او الداخل السوداني الطيب اللي انت ما بتشوفه خلال 11 شهر انت بتشوفه بالطرقات خلال فترة رمضان. فبيحاولوا يبرزوا لك اطباقهم، ويحاولوا يدرجوا معك كشباب او رجال، يحاولوا ياخذوا معك مثلا. نعم. يحكوا لك انه اللي زاير سوريا يحكي أدهم لك حتى الشاب سوريا. اللي كان معنا في التقرير ذكر نفس النقطة، انه ما يحسسونك انك انت غريب، يحسسونك انك انت واحد فيهم، يعني منهم فيهم.
نعم. اي ادهم خبرني يعني هل كان سهل عليكم التاقلم في بدايه الامر؟ حتى بيحكي لك يعني عن زياده. نعم. يعني تفضل تفضل. والله بحكي تمام، والله بحكي لك يعني بالنسبة للتأقلم بحكي لك بصراحة، بداية كان في يعني طلعت من سوريا اجيت لهون، أنا ما عندي أي فكرة عن السودان، كيف وضع السودان، كيف طبيعة الشعب، حتى ما جربت أنا فتش عنه قبل ما أجي. خلاص انه حطيت وجهتي السودان وانا توجهت. فلما تجي انت اول شغله انت ما بتحس بالغربة بسبب طيبة المعاملة، يعني في طيبة معاملة انت للوهلة الاولى تنسيك مثل ما بيقولوا شيء اسمه غربي بداية للوهلة الاولى. بعد هيك الشعب السوداني طبيعته يعني بيخليك تندمج فورا، طيبة المعاملة وسلاسة المعاملة يعني، وبيحاول يعني حتى انت بالبداية في مصطلحات انت يعني اليوم صرنا نحكيها بس هي بداية ما كنا نفهمها، فبيحاول يبسط لك اياها. جميل جدا. انا ادهم لقائي معك انتهى، شكرا لوجودك معنا اليوم في دردشتاك. كان معنا ادهم علي الدهام من السودان. مشاهدينا بنشوف الحين القسم الاول من اراء الشارع في مصر والسودان وراجع لكم، خليكم معنا. نفس الشيء تقريبا، بس ولكن نحن عاداتنا وتقاليدنا تقريبا شبه بعض نحن وانتم. عادات الكرام، عادات في هنا عاده عندكم انه اي زول مثلا يلاقوه بالشارع عند الفطور كذا ينزلوه وكذا، عاده دي جميله جدا يعني حتى ببلادنا ما في منها، فعاده كثير رائعه جدا. انه بيكون الواحد ماشي بالطريق وقفه انزل فطور، تنزل بقى بتشوف العرادير، بتشوف الحلومور، لازم تاكل العصيده، وما في انه والله يعني عزيمه اجباري بدك تنزل بيقطعوا الشارع لازم تنزل. احتفالات برمضان، الزينه تبع الشوارع، العصير بنباع بالشوارع قبل الفطور، لما بيأذن المغرب الناس بالشوارع مثلا وزعوا مي لبعض، وزعوا عصير، وزعوا تمر. هو اهم شيء هو فقدنا اهلنا واخواتنا وكلياتنا، تركنا يعني عائلتنا وتشردنا واجينا لهون. يعني في اشياء بسيطه افتقدتها بحياتي اللي هي بس انه وطني، اني عايش بغربه، بس لا يعني الحمد لله مصر وفرتنا كل شيء. اكثر شيء بفتقده لرمضان انه ما هي السنه السادسه الي هون بمصر، البابا والماما واخواتي رفقاتي والناس اللي بحبهم كثير. مع اهلي وناسي واحبابي وكذا افتقدته بس للاهل يعني، بس الاهل القرايب كذا، والا بالسودان والله عايش مع اهلي وناسي. هذا شيء قاعده هنا حلو حلو، انا قاعده بمصر ما انا مفتقده غير بلد الواحد واهله يعني والجامعات. فقدت سفره امي اكيد، اي يعني مع احترامي للجميع مستحيل حدا يعوضني عليها. نرحب فيكم من جديد مشاهدينا. حاليا معانا في الاستوديو الدكتور عبد العزيز العساف، حياك الله. يا هلا بك وكل عام وانت بخير. وانت بالف خير يا رب. دكتور، شو اللي تغير في رمضان في خلينا نقول في وطننا العربي في الدول اللي فيها ازمات وحروب؟ نعم، اولا بسم الله الرحمن الرحيم، ونرجو ان يكون دوم يعني شهر خير وبركه على كل المسلمين والعرب. حقيقة هناك تغيرين، أنا من منظوري النفسي ولا سيما أني العام الماضي وممكن عايشت جزئية منها، الانتقال من مكان إلى مكان يؤثر على الشخص بفكره وطبعه وعلى بطنه ومائدته. السوريين حقيقة لهم وقع كبير في التغيير سواء في السودان أو في مصر أو حتى في أوروبا. نعم. تحديدا، وكان هذا التغيير إلى الإيجابي، وأنا أعتقد بأنه قوة الشخصية والطعم الذي يخرجوه في طعامهم هو أثر تأثير كبير على الغرب وعلى الغير بشكل تحديد. أريد أن أعطيك مثال، في ألمانيا تحديدا أو في فرنسا وأوروبا أصبح الطعام السوري أو اللبناني هو من ضمن الوجبات الرئيسية التي يطلبونها. الطعام الشامي بشكل عام. الطعام الشامي. نعم. في السودان تحديدا
من المضحك أن ترى سوداني، أنا أحد المرات أقول له يا زول يا شوكولاتة شو جاب الفانيلا هذا عندك؟ الطفل الصغير يقول لي يا زول أنا تزوجت سورية. السوريين دخلوا وأثروا على الشارع السوداني بشكل كبير، أثروا على الشارع المصري بشكل كبير، على لغاتهم، على حلوياتهم، على موائدهم، وبالتالي أيضا غيروا الكونسبت الرئيسي، بحيث أنه الشخص المستقبل الذي اعتدنا عليه هو الذي يؤثر على الضيف أو يؤثر على المهاجر. قوة المهاجر أسلوبه، كبره، مطعمه، ثقافته، وثقافته. نعم. أثرت على الشخص المستقبل بشكل كبير. جميل. طيب السوريين نفسهم كيف تأثروا في العادات والتقاليد المصرية والسودانية أيضا؟ نعم، ما في شك أنه التأثر هو نسبي دائما. صحيح. لكن هو بالمقابل يريد أن يفرض قوته ويفرض طعامه. بالأساس كل إنسان يتمتع باللقمة التي يأكلها. السوري له طعم خاص في الطبخ، وأنا دائما أقولها أن أصل الطبخ قبل أن يكون لبناني هو سوري، وانتقلت هذه المائدة من سوريا إلى لبنان هذا سابقا. لكن السوريين دائما يؤثرون تأثيرا إيجابيا وخصوصا في مصر. أنا أعطيك مثال، في مصر في القاهرة وفي 6 أكتوبر تحديدا، نعم، ترى معظم المطاعم الآن أصبحت سورية، المائدة المصرية تغيرت وأصبحت سورية، الحلويات من البقلاوة إلى الكنافة وغيرها. الطبخ أيضا، طريقة الطبخ المصرية تأثرت من الملوخية أو البامية أو إلى غيرها، نعم، تأثرت من الطريقة المصرية إلى الطريقة السورية. لماذا؟ وجد الشعب المصري أن هناك طعم آخر قد يفوق طعمهم، أو الإنسان عادة دائما يريد الجديد سواء في مظهره أو في طعامه. اختبروا الطعام أو المائدة السورية وجدوها جميلة جدا، الآن أدمنوا عليها. جميل. طيب خلينا نقول التحديات اللي قد تواجه الناس اللي يوصلون يعني أحد الإخوان قبل شوي اللي كان معنا أدهم عبر سكايب قال أن أول تحدي كان هو كل الطعام كان سوداني لأن أهله ما كانوا معه في البداية. نعم. فاضطر أنه يختبر الأطعمة السودانية. غير تحدي الطعام، خلينا نحن من الطعام، التحديات الثقافية اللي يواجهها ممكن أي شخص ينتقل من بلد لبلد آخر حتى لو كان بلد عربي. نعم، دائما الإنسان عندما ينتقل إلى محطة جديدة في حياته، في خلال 90 يوم، في 3 أشهر الأولى يبدأ يتعرف على هؤلاء الناس. جميل. يتعرف على ثقافتهم، على أسلوبهم، على طبعهم، على استقبالهم له، على تقبلهم له. بعد ذلك في البداية كان طابع الحنان وكان طابع التأثر قوي جدا، فكانوا يستقبلونهم بكل رحابة. الشعب السوداني هو شعب مضياف في الأصل وشعب طيب وكريم. صحيح، صحيح. فبالتالي بدأوا يستقبلونهم. مرحلة تلو الأخرى بدأ الشعب السوري يعرف ثقافة الشعب السوداني، ماذا يحب، ماذا يكره، ماذا يريد، وبدأت هذه الثقافة تختلط حتى وصلوا إلى لغة جديدة، لغة سورية سودانية، تأقلموا حولها وانطلقوا من جديد. الشباب يتكلمون سوداني معنا قبل شوي. نعم، إن شاء الله. نعم، نعم. طيب يعني أنت مثل ما قلت التأقلم هو نسبي أو حتى التقبل هو نسبي. نعم. يعني بشكل عام يعني حتى التقبل دائما يكون نسبي، قد تتقبلني قد أتقبلك وما إلى هنالك. يعني في أشياء كثيرة تلعب في الموضوع. التقبل أو التأقلم في أي مرحلة يصير؟ هل يصير بعد 3 شهور ولا قبل ولا خلال 3 شهور؟ خلال 3 شهور. نعم. المهاجر دائما يريد أن يؤقلم نفسه بأي طريقة. لماذا؟ نعم. يريد أن يسكن، يريد أن يحط، يريد أن يعمل، يريد يستقر. أن يتاجر، يريد أن يستقر نفسيا وجسميا. في هذه المرحلة تنخلط تلك الثقافات ويصدر أمر نفسي جديد بأني أريد أن أعمل في هذه البلاد. في البداية قد لا يستصيغ، في البداية قد لا تناسبه تلك الثقافة، لكن الحاجة دعته لأن يستقبل تلك الثقافة وهذا المضمون الاجتماعي، وبعد ذلك ينطلق. فعلا يعني مثل ما يقولون الحاجة أم الاختراع. نعم. حتى عند البشر يعني. نعم. سبحان الله، ويعني نحن كبشر الله خلقنا نقدر نتأقلم مع. نعم. البيئة المحيطة فينا، حتى الناس المحيطة فينا. نعم. يمكن أكبر على مثال أن احنا عايشين في دبي، في دبي التأقلم. نعم. اللي موجود في جنسيات مختلفة. نعم. يعني دبي يعطيك مثال، بها أكثر من 208 جنسية، كانت في السابق لا يوجد بها هذا العدد. صحيح. لكن إن ركزنا على السوريين، أنا أجزمت ورأيت بأم عيني أن الشعب السوري أثبت قوة عجيبة ليس كباقي الدول. أعطيك مثال، الشعب الفلسطيني هاجر، الشعب العراقي هاجر، الشعب الليبي هاجر، كان معظمهم انطوائيين. نعم. لكن الشعب السوري بما أنه صاحب مائدة عريقة
دخل بتلك الشعوب بقوة وأثبت قوته وجدارته. دخل في بطونهم بعد. ودخل في البطون نعم. وبعد ذلك أيضا أصبح قضية الزواج. نعم. الآن أنا انصعقت أن أرى كثير من السودانيين أو المصريين متزوجين من سوريا. بس معروف دكتور هذا المثل أن خذ سورية وارتاح، في مثل معين صح؟ أسمعه دائما يعني. نعم، هي المرأة السورية هي مرأة عاملة صاحبة مطبخ وخدمة مميزة، إذ أن الرجل السوداني قد لا يجد الخدمة التي يجدها من المرأة السورية أو عكس الثقافة. نعم. السودانية شكلك متزوج سوري ما عاد يزعل علينا أحد، لكن تغيرت هذه الأمور فبالتالي تم تقبلها. نعم. التقبل الكبير من الشعب السوداني أو المصري من الرجال قبل النساء، لماذا؟ نعم. الشعب السوري هو بالأصل تاجر، هو بالأصل صاحب مائدة، هو بالأصل يجول، هو بالأصل صاحب ثقافة في بلده، فالشام تحديدا لها ثقافة من آلاف السنين، فبالتالي لم يكن من التغيرات الكبيرة أن انطلقوا إلى بلدان مجاورة أخرى. نعم، طيب رمضان عندما رحل من سوريا إلى مصر والسودان ماذا أخذ معه لهذين الشعبين غير مائدة رمضان السورية؟ أخذ معه تلك الثقافة الجميلة، ثقافة قراءة القرآن، ثقافة الدروس في المساجد، الذكر، الرحمة، التزاور، جمعات النساء وجمعات الرجال في مصر تحديدا لم تكن هذه الثقافة موجودة، وبالذات عند النساء. المرأة السورية أثبتت جدارتها، الداعية السورية أثرت كثيرا على المرأة المصرية بل وسبقتها في قضية التعليم والحقوق الاجتماعية وعملية تعليم الطبخ وعملية التعامل مع فن الأزواج. نعم. فبالتالي هناك شخصيات مؤثرات ومعلمات سوريات غيروا في المرأة المصرية، وكذلك أيضا غيروا في المرأة السودانية. المرأة السودانية ربما كان لها انطباع سابق وهو قصور في الحد الثقافي، أو المرأة لها معيار معين في التعامل خارج نطاق البيت. عندما حضرت المرأة السورية تعرفت على المرأة السودانية، أخذتها بقوة، وضعتها في ثقافة جديدة وبأسلوب جديد، وانطلقوا سويا. لذلك دائما أنا أستغرب أن تمكث المرأة السورية مع المرأة السودانية في اليوم لأكثر من 5 أو 6 ساعات. هذا دليل على أنهم انسجموا، تعرفوا على بعض أكثر، فحبوا بعض أكثر، وصلوا إلى لغة الفهم فيما بينهم. عندما فهموا بعض اقتربوا من بعضهم أكثر، وبالذلك يعني تداخلوا حتى وصلوا إلى مراحل زواج أو إلى مراحل النسب. نعم، سريعا دكتور عشان الوقت ما يداهمنا. نعم. هل هذا الشيء بيكون متأصل في العادات والتقاليد السودانية والمصرية مع وجود السوري، ولا بمجرد أن انتهاء الحرب إن شاء الله يا رب قريبا هذا الشيء بينتهي؟ مما لا شك فيه أي عادات تغرس لا تخرج إلا بعد مرور 75 عاما، 3 أجيال. الشعب السوري الآن وضع بصمته المميزة في بعض البلدان، لن تعود هذه بإعادة الحرب، إن عادت ستعود جزئيا. الآن نسأل الله أن يحرر تلك البلاد، إن عادت لن يذهب الأب بأبنائه وزوجته مباشرة، هو يريد أن يسبقهم، يريد أن يبني لهم بيتا، يريد أن يطمئن بأن الأمور عادت كما كانت. جميل. هذه تأخذ فترة طويلة. نعم دكتور، شكرا جزيلا لوجودك معنا، معلوماتك جدا شيقة وقيمة. الله يحفظك. مشاهدينا نحن بنتوقف مع فاصل إخباري قصير وثم لنا عودة، شكرا لكم. عودة لكم مشاهدينا، ننتقل الآن إلى القاهرة مع الدكتورة والأخصائية الاجتماعية دكتورة هدى زكريا. دكتورة حياك الله، أول شيء ورمضان كريم. مع قدوم الوافدين الجدد على المجتمع المصري من سوريا، ما الذي تغير في المجتمع وما التحديات أو الصعوبات اللي برزت؟ الحقيقة لازم نبدأ بأنه المجتمع المصري مجتمع مفتوح، ومن أيام هيرودوت كان يقول وجدت شعبا ثلثه من الأجانب، يعني مصر بتقول دايما من حبنا حبناه وصار متاعنا متاعه ومن كرهنا كرهناه ويحرم علينا اجتماعه.
والظاهرة الواضحة أن مصر ما عملتش مخيمات الحقيقة، يعني الوافدين إلى مصر دائما يدخلون في مسام المجتمع المصري ويندمجون بشعبه طالما أنهم يحبون المجيء إلى مصر. وبشكل أخص الشعب السوري ما فيش بينه وبين المجتمع المصري أي تعالي أو صدام تاريخي، بل بيننا اتصال تاريخي طويل، وهنا بنسميه علاقات العشرة التاريخية. ويمكن الوحدة اللي قامت في سنة 58 بين مصر وسوريا رسخت لعلاقة من التوحد والانسجام والذوبان بين الشعبين. وحتى هذه اللحظة الكثيرون منا يقولون نحن في الإقليم الجنوبي نقصد مصر والإقليم الشمالي نقصد سوريا، فنحن لم نعترف قط بانفصام الوحدة بين مصر وسوريا. وبالتالي ويمكن الأغنية الشهيرة لصباح من المسكي لسوق الحميدية بتعكس هذا الانسجام والتواصل بيننا وبين الشعب السوري. والحقيقة الوافدين السوريين الإخوة الذين جاءوا إلى مصر أسعدونا بعشرتهم، خاصة أن لديهم طباعا حلوة وميزات أخلاقية جعلت السوق المصري ينسجم ويتفاعل مع هؤلاء ويستفيد من خبرات هؤلاء الذين جاءوا من مختلف الشرائح والطبقات الاجتماعية السورية. وبالمقارنة الشيء بالشيء يذكر، يعني لأن مصر حاضنة الأمة العربية. وبالمقارنة نلاحظ أنه مثلا عندما أتى الإخوة الكويتيين من أيام حرب صدام والكويت كانوا يقيمون في عزلة اجتماعية إلى حد كبير ولا يتدخلون مع المجتمع المصري بالشكل الذي يمارسه إخواننا الوافدين من سوريا. وهنا لازم نقول أنه علاقتنا بأن الاستقبال الشعبي للشعب السوري أدخل السوريين إلى عمق الثقافة المصرية وإلى عمق الحارة المصرية والشارع المصري، ونحن نصادفهم في كل صحيح. مكان بترحاب شديد ونستمتع بصحبتنا. نعم. دكتورة هدى، خلينا ندخل في صلب الموضوع عشان بس الوقت بيداهمنا. خلينا نتكلم عن التغيير اللي وصل لطقوس وعادات شهر رمضان المبارك. هل سيستمر هذا التغيير أم أن تشوفين ظاهرة طارئة بتنتهي قريبا على أن تتأثرون بالعادات والتقاليد السورية والعكس صحيح، السوريين يتأثرون بالعادات والتقاليد المصرية؟ الحقيقة التأثر ما بين أو ما نسميه بالتثاقف في علم الاجتماع أن ثقافتين تتداخلان، فإحنا في رمضان كنا نتأثر بالشعب السوري من قبل أن يأتي إلينا السوريون. يعني كثير من الناس يتحدث دائما عن علاقته وعن تأثره في عاداته الرمضانية بالشعب السوري، وكذلك الشعب السوري تأثر في تصرفاته الرمضانية بالشعب المصري. ولا نستطيع أن نقول أن هذا بدأ منذ قدومهم فقط، هذا أمر تاريخي في اتصال تاريخي. وكمان بعد أن يعودوا سلامة الله إلى وطنهم العزيز ستستمر هذه العلاقة قائمة. المسألة ليست مسألة مؤقتة ولا طارئة، إنها مسألة اتصال تاريخي وليس انقطاع تاريخي. صحيح. طيب هل تلاحظين أن الجميع كانوا قادرين على التأقلم مع هذه المتغيرات في مصر، ولا هناك دائما من ينغلق على نفسه كأحد طرق الحماية أو رفض التغيير على سبيل المثال؟ لا أظن أنه هناك فرصة للانغلاق. الذين يأتون إلى مصر يأتون وفي رغبتهم أن ينخرطوا بهذا الشعب، والشعب المصري عادة لا يسمح بالانغلاق للقادمين. المنغلق يعود وقد انغلق على نفسه، وزي ما شرحت لحضرتك ده حصل بالنسبة للقادمين من الكويت. لكن المصريين استقبلوا الفلسطينيين والسوريين بهدف الاندماج والدمج العميق. يعني أنا بقابل شباب مصريين تقدموا للزواج بفتيات سوريات، ولا أظن أن هذا أمر طارئ، وإنما هو استمرار للذوبان التاريخي والثقافي بين شعبينا. وإن شاء الله عندما يعودون إلى بلادهم نهنئهم ونسعى لزيارتهم، ولكن في ظل ظروف أجمل وأفضل إن شاء الله. طيب كيف أثر السوريين وكيف تأثروا في المجتمع المصري؟ خلينا نقول لنتكلم بعدنا في عادات رمضان. لا أسمعك جيدا.
نعم. كيف تأثر الشعب السوري؟ منفتحة. نعم. الشعب السوري ماذا في مصر؟ كيف تأثر في عادات رمضان المصرية والعكس صحيح؟ أيوة، العادات المصرية رأت في ممارسات السوريين أشياء طيبة وجميلة وقبلتها، لأننا في مصر نحب كثيرا. ده يعني أنا عايزة أقول لك كمان أن بعض أسماء المصريين من مئات السنين، لو بحثت في أسماء المصريين هتلاقي الشامي، العراقي، هتلاقي الأسامي نفسها تعكس هذا التداخل في العادات وفي العلاقات. وفي رمضان بالتحديد فرصة التلاقي، طبعا السوريون ينتشرون في ميادين سيدنا الحسين والسيدة زينب، ويمارسون عادتهم التي تحصل من المصريين على الرضا والإعجاب، والعكس صحيح. يعني جميل جدا. الدكتورة والأخصائية الاجتماعية هدى زكريا، أيوة، شكرا لوجودك معنا من القاهرة، حياة الله في دردشتاق. مشاهدين، نحن بنتوقف مع القسم الثاني من آراء الشارع العربي حول موضوع حلقة الليلة من دردشتاق، خلوكم معنا. ما لقينا فرق ابدا بين السفرتين، بس يعني في حاجات حلوه برضه في مصر عندكم، وبس هي الفرق بين عندنا وعندكم اللي هي السلطات السوريه، يعني في فرق بسيط كثير، يعني الحمد لله ما حاسين الفرق ابدا. كبي والعدسيه والبلح والعصائر، الشيا، العصيده، تمر، عرديب، هاي الفطور بتاعه. نروح نصلي التراويح، ونحن في عنا ببيع ألبسي أنا عندي في سوريا، قبل 20 يوم من العيد تصير في تجمعات عالم، تجمعات ناس، يعني هي أكثر شيء تقريبا. يعني نصلي التراويح، نطلع نتونس مع بعض، نمشي لهذا، أجواء كثير رائعة يعني هنا، حتى أجواء رمضانية كثير رائعة جدا جدا هنا. الصلاة والتراويح والحكي هذا كلياته نفس الشيء، ما في اختلاف كثير. يعني سوريا كنا مثلا اكثر شيء عندنا الحلويات، نتحلى، ننزل مثلا مع اصحابنا، نسهر بالقهاوي وهيك يعني عادي. ما في أحلى أن الطاولة ترس أكل صراحة. عودة لكم مشاهدينا مع ضيفي الشيف ياسر الجندي، حياك الله في دردشتاق. مساء الخير، مساء رمضان مبارك. الأكل اللي جايبنا شو بالضبط؟ يعني هذا لابد، هذا أكل سوري، ما بصير إلا كل مائدة سورية يكون هذا الطعام متواجد أو هي المقبلات متواجدة. جميل. طب خبرنا كيف الأكل السوري والمصري تأثروا في بعض اليوم في رمضان؟ سؤال كتير حبيته حلو. اليوم المائدة السورية مائدة مثل ما بنعرف غنية جدا. نعم. وعاداتها وتقاليدها انتقلت معها. مغزى السؤال انه السوريين الان متواجدين بمصر. صحيح. السوريين خلينا نحكي على الدماشقة والحلبية. نعم. اينما وجدوا بينقلوا عاداتهم معهم. مثلا لابد من المائدة الحلبية انه يكون في المحمرة والكبة. نعم. هذه المحمرة وهذه الكبة. المائدة الدمشقية الحراء اصبعه اللي القريب منها بالمائدة المصرية هو الكشري. يعني هذا القريب منه بالمائدة المصرية هو الكشري. نعم. والفول والطعمية. حلو. لذلك الأكل السوري أو المقبلات السورية قريبة من المقبلات المصرية، وأوريدي المطبخ المصري مطبخ غني ومتنوع، ولكن قرب هالأكلات وهالمواد من بعضها خلى أنه تحسن يتأقلم
الطعام السوري مع الطعام المصري، والشعب المصري بعتقد كتير ذواق الآن ومهتم بالأكل السوري بشكل كتير كبير. طيب هل طريقة التقديم تغيرت لأنه صار في دمج بين الثقافتين، يعني الطبخات اندمجوا في بعضهم، ولا بس تشابه هو مجرد تشابه؟ لا أنا برأيي بس تشابه. نعم. لأن الأكل السوري إنه أكل عريق ومميز ويمتد إلى حضارات قديمة، والأكل المصري قدم أكل عريق ومميز، هالأكلات والنكهات، ولكن نحسن نقول النكهة السورية بعتقد أنه المصريين استساغوا هاي النكهات. نعم. بس ما بتحسن تنكر، نحسن ننكر أنه ما في كشري، ما في فول، ما في طعمية، موجودين. جميل. ولكن برجع بقول لك المصريين استساغوا هالطعمات الطيبة. ولا ننسى ليش بمصر نور أكثر الكل بيشتغل من الصبح للمساء. اليوم الأكل السوري كتير سهل. ليش كتير سهل؟ بيعتمد على المواد الطبيعية، مازال المواد الطبيعية موجودة، والأيدي العاملة السورية الآن موجودة بمصر، سهلت هالمهمة على المصريين. نعم. صاروا يشوفوا الأكل السوري بكل مكان. نعم. شو عن تغيير العادات الرمضانية؟ خلينا نتكلم بمائدة رمضان، نحن مع شيف كبير يعني. المائدة الرمضانية شيف ياسر، كيف لما الواحد بيكون في هو سوري عايش في مصر حاليا، شو يقدر يحط على سفرته من الأكل المصري يخليني يحس أنه هو يأكل أكل سوري في نفس الوقت؟ نحن استبقنا حكينا بالبداية. نعم. السوريين وين ما راحوا بنقلوا عاداتهم وتقاليدهم. نعم. لا تنسى أنت عم تنقل حضارة أنا سألتك هالسؤال لأنه أنت قلت لي مثلا في هذه الأكلة نفس الكشري المصري، فإذا ما وجدت ممكن يستعد منها بالكشري. إذا ما موجود الحراء أصبعه موجود الكشري، رح يعملوا الكشري. أو في شغلة بعتقد بمصر ما بعرف إذا كانوا متعودين عليها عن جد، أنا ما بعرف، بسوريا عنا عادة ندق الباب الجار وشو طابخين انطعميون. نعم. نسأل المخرجة، هاي العادة موجودة في مصر؟ هي مخرجتنا مصرية موجودة إيمان، العادة في مصر هاي يدق الباب موجودة العادة؟ موجودة. شايف شلون؟ معناتها الشعبين السوري والمصري ثقافتهم متقاربة بموضوع الأكل، ما بدنا نحكي غير بموضوع الأكل، متقاربين مع بعض. اليوم أنا ما عندي حراء أصبع وجاري طابخ كشري، بعت لي كشري، ما عندي مشكلة أني أستسيغ هاي الطعمة. وبعتقد المصري نفس الشيء بموضوع الأكل. جميل جدا. وحتى مخرجتنا تقول تسوي هذا مع جيرانها، هذا شيء جدا جميل. طيب هذا التغيير شيف ياسر يوم يصير بمجرد أن شاء الله تنحل الأزمة السورية والسوريين يرجعون لسوريا، هل هذا التأثير بيتم موجود في مصر من الأكل السوري لأن تأثروا فيه المصريين؟ هم أنا صراحة لابد أنهم متأثرين طبعا بالأكل السوري بشكل أو بآخر، أو أنه مجرد ما تنحل الأزمة هذا الشيء يتلاشى ويرجع لسوريا مثل ما كان؟ أنا بعتقد ومتأكد وعلى يقين أنه هذا رح يتطور. نعم. رح يتطور بمصر. نعم. حتى وتقدر كيف بيتطور؟ اشرح. رح يتطور يعني اليوم، حتى اليوم المصريين خلينا نكون صريحين واقعيين، الأزمة موجودة، خلصت الأزمة ما رح ترجع كل السوريين، لأن اليوم بسوريا أنا بعتقد بمصر، أنا اليوم اعتبرني بمصر فتحت محل، جبت ستاف، جبت عمال، صار عندي ارتباط. ما هو الارتباط ليس بقى بصفي بس من خلال الأزمة، أنت اليوم مانك رينت، مانك مستأجر صفيت. نعم. أنت صار عندك ارتباط السوري أينما حل، صار عنده ارتباط مثل ما صار عنده ارتباط بالإمارات، بالأردن، بسوريا، بلبنان، بمصر، صار في ارتباط وثيق. ما كل السوريين رح يرجعوا، اللي فاتح أعمال واللي فاتح شركات واللي كيف بده يرجع، كيف بده يترك يرجع. أنا برأيي رح تتطور طرق التقديم، رح يتطور الأكل السوري مع مرور الوقت. جميل. ما رح يضل واقف في محله، هذا أكيد وأنا متأكد منه. جميل. طيب شو هو دائما الطبق الرئيس المصري اللي لا تخلو مائدة مصرية منه عادة؟ هلا المائدة المصرية مشهورة مثل ما قلنا بالكشري والفول والطعمية في رمضان، والكرام احنا في رمضان والكرامب هدول. نعم. الوجبات وحتى المحاشي. حتى المحاشي انا في فترة كنت بالأردن دائما كتير مشهور بالأردن الكرامب المصري او المحاشي المصرية. نعم. يعني منتقلة الثقافة المصرية غزت، خلينا نحكي ما بس الثقافة السورية، الثقافة المصرية كمان غزت الموائد العربية. نعم. ولكن برجع بقول لك المائدة سورية غنية ومتنوعة، ولا نحكي وقت نحكي سوريا والحلب والشام، ما بنقول حلب والشام لأني عم نفرق بين حلب والشام. نعم. لأن العادات الموجودة في حلب غير العادات الموجودة. أنت قصدك من الشام وصولا إلى حلب العادات تختلف في بعض يعني المناطق. نور، تصور بالشام لابد من الفول
والفول هي الفول والتسقية على الطاولة هي أساسية. نعم. أنواع الخبز والفتات. جميل. حلب تختلف، حلب كبنية محمرة السوس كبنية على الفطور على الفطور والسوس والمعلقة بطنهم قوية. شايف العادات مختلفة من مدينة لمدينة. نعم. كيف هالعادات وقت عم تاخدها أنت اليوم وقت عم تكون على بتكون بمصر أنت سوري ما بتصفي لا حلبي ولا شامي، عم تندمج عادات المحافظات السورية ببلد كبير وكبير وغني بالأصل غني بحضارته وثقافته هي مصر. جميل. آخر سؤال وسريعا، الطبق السوري اللي لازم يتواجد في كل سفرة رمضانية، طبق واحد لا تعدد لي مليون طبق. هلا شربت العدس أساسية. شربت العدس. طعام الأغنياء، طعام الفقراء، شربت العدس لابد منه على كل مائدة. سبحان الله شربت العدس في كل بوفيه إفطار في أي مكان تروح. مثل ما أن طعام الأغنياء وطعام الفقراء. سبحان الله. شيف ياسر شكرا لوجودك معي اليوم في دردشة. تسلم يا رب. تسلم. الله يخليك. مشاهدينا إحنا بننتقل مع آخر فاصل، بعدين بننتقل للارا على الأكثر تداولا، خليكم معنا. حياكم الله من جديد مشاهدينا إلى الأكثر تداولاً مع لارا. حياك الله لارا. حياك الله نور لكل متابعي الأكثر تداولاً. وبداية أخبار هالأسبوع من السعودية، حيثما أن أعلنت السلطات السعودية القبض على أعضاء ما بات يعرف بخلية عملاء السفارات، حتى تصدر هاشتاغ عملاء السفارات وأين الناشطين الحقوقيين قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولاً في البلاد. ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية واس، فإن السلطات اعتقلت 7 أشخاص بتهمة التواصل مع جهات أجنبية مشبوهة والمساس بالثوابت الدينية والوطنية. ومن بين المعتقلين مشاهدينا الناشطات لجين الهذلول وعزيزة اليوسف وإيمان النفجان. وانقسم المغردون بين مؤيد ومعارض لقرار الاعتقال، حيث وصف المتضامنون المعتقلين بالمناضلين وأكدوا على إصرار السلطات على إسكات المعارضين لها على حد قولهم. في المقابل وصف قطاع من المغردين النشطاء بالعملاء وطالبوا بإنزال أقصى العقوبات عليهم. وإلى مصر التي اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي فيها بعد إعلان المدون والناشط المصري وائل عباس على حسابه على فيسبوك خبر القبض عليه، وذلك من منزله بالتجمع 5. وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ وائل عباس فين، مطالبين من خلاله السلطات المصرية الكشف عن مكان احتجازه. ويأتي اعتقال الناشط وائل عباس بعد فترة قصيرة من اعتقال عدد من النشطاء مثل هيثم محمدين وشادي الغزالي والمدون شادي أبو زيد. وكان وائل أطلق عام 2004 مدونة تحمل اسم الوعي المصري، وكانت أولى تدويناته تنتقد مراكز الشرطة وتجاوزات الشرطة بحق المعتقلين، إلى جانب ما وصفه بالفساد السياسي والمالي المستشري في أوساط المسؤولين الحكوميين. وأنتقل إلى اليمن، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بإعصار ماكونو الذي ضرب جزيرة سقطرى، حيث أجلي المئات من اليمنيين من الجزيرة فيما عدا 17 شخصا في عداد المفقودين. كما اقترب الإعصار من سواحل محافظة ظفار العمانية صباح الجمعة مسببا هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية. ومن المتوقع مشاهدينا وصول الإعصار ماكونو إلى المملكة العربية السعودية، وبخاصة بعد نشر عدد من النشطاء صورا جديدة ترصد حجم الإعصار المقبل على هذه الدول على حد قولهم طبعا. وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ بعنوان إعصار ماكونو وآخر يحمل اسم ماكونو، ووصلت عدد المشاركات فيه إلى أكثر من 105,000 تغريدة لتصدر قائمة الأكثر هاشتاغات انتشارا في عدد من دول الخليج. فعلا لارا، وتراجع على فكرة إعصار ماكونو في عمان، وبيصل تأثيره إلى المملكة العربية السعودية مثل ما قلتي الليلة، وعلى الخرخير تحديدا والربع الخالي، ويتوقع هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة برياح نشطة قد تتجاوز سرعتها أيضا 75 كيلومتر في الساعة من فجر السبت في الخرخير، وبتستمر الحالة ليوم الثلاثاء. نحن نتمنى السلامة لإخواننا السعوديين وأيضا في اليمن إن شاء الله. ذكرتني هلأ بنشرات الأخبار الطقس. صدقتي يعني شكلي صارت نشرات أخبار. صح. ومن أعصار ماكونو إلى أعصار الجدل الذي تجدد في كل رمضان حول فتح المقاهي لأبوابها
خلال ساعات النهار في تونس. والحقيقة متابعينا أن جدل بلغ أشده هذا العام بعد تصريحات لوزير الداخلية التونسي بغلق المقاهي وعقاب المفطرين في نهار رمضان. وفي العالم الافتراضي تدور حرب بين مطلقي هاشتاغ مش بالسيف، وآخرين أيدوا قرار وزير الداخلية واعتبروه قانونيا وخطوة للحفاظ على ثوابت وعقيدة الشعب التونسي. ويقود المشاركون في هاشتاغ مش بالسيف أي ليس بالغصب حملة للمطالبة بإلغاء قرار وزير الداخلية لما رأوا فيه مخالفة للدستور الذي يكفل حرية المعتقد والضمير. وكان الداعية التونسي المعروف عادل العالمي توعد بتتبع المفطرين وفتحهم بنشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد اعتاد العالمي ملاحقة المفطرين فعلا والمخالفين لقانون غلق المقاهي خلال شهر رمضان، ولا يمنع القانون التونسي فقط للعلم الإفطار جهارا خلال رمضان، لكن غلق المقاهي لأبوابها في شهر رمضان يعود إلى مرسوم قديم يرجع إلى عهد الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة. وإلى مصر وإلى الداعية المصرية عمرو خالد الذي اجتذب الأضواء في شهر رمضان بسبب إعلانه عن الدجاج. فقد أطل عمرو خالد في إعلان لشركة دواجن الوطنية وهو يقول لن ترتقي الروح إلا لما جسدك وبطنك يكونوا صح مع الدجاج، وأضاف ستجعل صلاة التراويح وقيام الليل أحلى. هذه الكلمات أشعلت المنصات الاجتماعية وأثارت موجة عارمة من الانتقادات الساخرة والمنتقدة له، ما دفع بالشركة المنتجة إلى حذف الإعلان من صفحاتها. واعتذر عمرو خالد في وقت لاحق عن إعلانه المثير للجدل قائلا إنه لم يستغل الدين في الترويج لمنتج، إنما خانه التعبير على حد قوله. وأعرب المتفاعلون مع عمرو خالد الدجاج يرتقي بالروح عن غضبهم من تصرف الداعية واستغلاله الدين في سبيل تحقيق الربح المادي، بينما رأى البعض في الإعلان فرصة لمراجعة أنفسهم والبرامج الدينية التي يتابعونها. وأيضا لارا على فكرة رأى البعض، يعني ناقشت هالموضوع وجها لوجه مع بعض الإعلاميين والإخوان اللي أعرفهم، قالوا أن يعني عمرو خالد عرف الناس على الله وعرف الناس على الدين بشكل جميل، فخلينا نغفر له هذه الخطأ. وأنا من هذا المنبر أقول عمرو خالد ياريت تراجع حساباتك أكثر في الإعلانات اللي تسويها، لأن هذه المرة الثانية. لكن نور ما له فترة قصيرة هو يدعي أمام مكة المكرمة ويقول يا ربي كل حدا يعمل لي لايك يجيله، عشان تي أقول المرة الثانية أنا. وإلى خبرنا الأخير لليوم والهاشتاج الذي تصدر تويتر وفيسبوك والمنصات الاجتماعية حول العالم وهو رويال ويدينغ أي الزفاف الملكي، بعدد تغريدات تجاوز 3 ملايين تغريدة. وازدانت مواقع التواصل الاجتماعي بصور وثقت لقطات هامة من مراسم زفاف الأمير هاري والممثلة الأمريكية ميغان ماركل. كما تفاعل المغردون العرب بكثافة مع الزفاف الملكي، فشبه بعضهم ميغان بسندريلا، فيما قارنها آخرون بالأميرة ديانا. واهتم آخرون في إطلالة العروس البسيطة والجذابة وقارنوها بإطلالة العرائس في العالم العربي بشكل عام والخليجي بشكل خاص. ورأت مغردات أن زينة وأناقة ميغان تعكس ثقتها بنفسها وثقافتها العالية. خلونا نشوف هاللقطات من العرس الملكي. هاي كانت أخباري لليوم، نلتقي الأسبوع الجاي. مع السلامة متابعينا، ومع السلامة يا نور. شكرا لارا، وشكرا لكم متابعينا لمتابعة هذه الحلقة من دردشتاغ اللي طبعا تكلمنا فيها عن الصيام ورمضان في سوريا مع مصر والسودان. إلى اللقاء.